أحمد القرية الملقب بأبو علاء رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، مرحبا بك في قناة اي 24 نيوز. أريد أن أبدأ معك ما يجري في القاهرة. نحن نعرف الاقتتال في قطاع غزة، هناك معركة أخرى في القاهرة، وفد فلسطيني مشكل بجميع الفصائل الفلسطينية، لأول مرة هناك وفاق فلسطيني في مثل هذه التهديئات، وحتى الآن لا يوجد وفد إسرائيلي سوف يرسل. هل لديك في البداية معلومات حول ما يجري؟ رأينا الشروط التي دعنا نقول شروط السلطة الفلسطينية أصبحت ليست شروط حماس. يعني شوف، أولا بلا شك احنا نقدر جهود مصر التي بادرت منذ البداية وتقدمت بمبادرة محاولة وقف إطلاق النار ومحاولة يعني توفير الدم الفلسطيني والدمار الذي حدث. ونحن نعرف أن إسرائيل حينما قالت نعم معنى ذلك لا، لأن إسرائيل كانت تريد للفلسطيني أن يقول لا. طبعا هي جاءت المبادرة بعد أن ابتدأت الحرب وابتدأت عملية القصف الإسرائيلي، فبالتالي استمرت سواء بشروط أو بغير شروط. الآن عيدت الأمور إلى تقريبا المبادرة المصرية وإلى دور القاهرة، ونحن نعتز بدور القاهرة ونريد دور القاهرة مع مساعدة عربية أو دولية أهلا وسهلا، لكن الدور هو حقيقة لمصر، لأن مصر صاحبة مصلحة في التهدئة بالنسبة لفلسطين وبالنسبة لغزة. مصر دائما مع القضية الفلسطينية، ومصر حدودها مع غزة، فبالتالي يعنيها الهدوء في غزة. الآن المبادرة يعني اجتمعت الفصائل ومنظمة التحرير، والوفد الموجود في القاهرة كما تفضل هو وفد منظمة التحرير الفلسطينية، لأول مرة يجري حديث مع أطراف أخرى لوفد يمثل جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. هذا شيء إيجابي وإيجابي جدا، ونرجو أنه يعني أن ينعكس في جميع عملنا الوطني الفلسطيني. الآن أضيفت عليه بعض القضايا. أخوانا المصريين تفهموا يعني بعد وقت إطلاق النار، هيو صارت أول مرة ثلاث أيام إن شاء الله. يعني الوفد الإسرائيلي كما علمت أنه سيصل اليوم، وإخواننا اللي في غزة طلعوا، يعني أنا سمعت أحمد البطش صحيح. يعني تحركوا البطش وخليل الحي ليشاركوا مع الوفد، وبالتالي يكتمل الوفد الفلسطيني. وإذا جاء الوفد الإسرائيلي بدهم يبدأوا بمحادثات غير مباشرة، يعني من خلال إخواننا المصريين اللي سيتم. طبعا أضيف إلها بعض الملاحظات، وهي كانت تتضمن كثير من هذه الملاحظات، لكن موضوع رفع الحصار، موضوع فتح المعابر، موضوع الأسرى اللي أخذوا أخيرا، وضيف موضوع الأسرى اللي متفق عليها مع نتنياهو يعني بالاتفاق. لكن السيد أحمد، القرار في نهاية المطاف هو لمنظمة التحرير الفلسطينية، واليوم يدور الحديث عن المعابر كاتفاق شامل حتى العودة إلى اتفاق 2005 للمعابر. ما يعني إدخال السلطة الفلسطينية، أطراف من السلطة الفلسطينية داخل هذه المعابر، أو حتى طرف ثالث، الأمر الذي ترفضه حماس؟ متفاهم عليه فلسطيني. حماس ترفض هذا الأمر؟ نعم، حماس ترفض إدخال السلطة الفلسطينية. لا لم ترفض. لا، وافق حماس، موافقة أنه تستلم المعابر السلطة، الحرس الرئاسي يعني أنه يستلم المعابر. والحديث عن معبر رفح أيضا؟ ومعبر رفع بالتحديد، نعم، انه سيكون فيه الحرس الرئاسي. هذيك النار في يعني في مقابله مع احدهم، مع اسامه حمدان، قال احنا ما ليس لدينا ما يمنع على الاطلاق. يعني الطرف المصري حتى الان يرفض هذه النقطه، نقطه الطرف المصري يرفض قضية معبر رفح إدخال السلطة الفلسطينية. هو يقول ممكن، لا بده السلطة، هو يريد السلطة في الطرف الفلسطيني ليس في الطرف المصري، ليس السيطرة كاملة على معبر رفح. هذه قضية مع مصر نتفق عليها، لا نختلف مع مصر. الأمر الآخر، في البداية حماس رفضت المبادرة المصرية بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام، واليوم وافقت حماس على المبادرة المصرية التي استطاعت منذ البداية
وحقن الدماء وعدم سفك الدماء والموافقة على المبادرة المصرية اليوم، وموافقة حماس على وقف إطلاق النار في البداية، من ثم الذهاب على التفاوض على الأمور العالقة، الأمر الذي كان منذ البداية. اليوم الشعب الفلسطيني لا نقول أن عليه أن يحاسب حماس، لكن أن يأتي بحساب في نهاية. لا أريد أن أدخل في رفض وقبل يعني ومبررات ذلك، لكن أقول حماس كانت إلها إضافات على المبادرة منذ البداية، وفي كانت أطراف إقليمية وربما دولية أنه كانت صاحبة مصلحة أن تكون المبادرة مبادرة، مش المبادرة المصرية، تكون مبادرة من أطراف أخرى قطرية ليس وتركي. هنا ليس هنا مجال الحديث عنها، لكن الآن يعني حماس حينما تحدثت في السابق تحدثت عن اشتراطات وقالت أنه لم يشاورنا أحد في طرح المبادرة، الآن قبلت. الناس بصير بقول لك لا بعترض ضيف عدل إلى آخره، وفي الآخر وصلوا لقناعة أنه لا، اللي صار أنه في وقت إطلاق النار لمدة 3 أيام والجيش الإسرائيلي انسحب من غزة بالكامل، أعلن أنه انسحب انسحاب كاملا، واليوم يعني قبل شوية قالوا أنه تم الانسحاب أنجز ووقفوا على الحدود الدبابات. إذن والوفد الإسرائيلي بده يذهب للقاهرة، إذن هناك سيجري عملية حديث حول متطلبات وقف إطلاق النار للطرف الفلسطيني. الجانب الفلسطيني بكل القوى والفصائل تقدم وبحث مع الإخوان المصريين وطلع بموقف موحد، وهذا كثير جيد. هلا بدنا نشوف شو عند الإسرائيليين. يعني طلب الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس منذ البداية، منذ بداية هذه المواجهة، هو رفع الحصار كليا عن قطاع غزة، الأمر الذي لا ترغب به إسرائيل إذا لم تتلقى ضمانات، دعنا نقول دولية، مقابل ذلك. بالتأكيد سيجري الحديث بضمانات حول ذلك، ليس بالضرورة أن تكون دولية أو من الممكن أن تكون دولية، لكن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضرورة كافية. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محطوط في سجن، نعم لكن نعم سجن كبير شوي، مش كثيرة، كبير شوي صغير، لكن حقيقة هذا الوضع لا يجوز أن يستمر. اثنين، أن ينفتح على العالم، يعني هذه أيضا حاجة ضرورية. نعم لكن سيد أحمد، لا نقاش حولها. السجن ليس فقط دعنا نقول بسبب الطرف الإسرائيلي، أنت تعرف حماس سيطرت بالقوة على قطاع غزة مع رجال الفتح، قامت بطرد وبقتل رجال الفتح في قطاع. هلا مش موضوعنا هذا حاليا، احنا رجعنا للوحدة الوطنية ان شاء الله ونطورها ونفعلها. صحيح، لكن اليوم يتحدثون عن اعمار قطاع غزة بعد هذه العملية، من يضمن سيد احمد بان هذه المرة حتى برعاية قطرية او عدم رعاية قطرية، من يضمن بان الاموال التي تدخل الى قطاع غزة لا تبني مرة أخرى حركة حماس الأنفاق في قطاع غزة، لا تقوم باقتناء الصواريخ من إيران من قطر؟ هل هذا شيء والعملية إعادة إعمار غزة وضمان عدم تدمير هذه البنية بده يجري الحديث فيها؟ لا أريد أن أدخل في قضايا قد تكون موضع بحث، بالتأكيد ستكون موضع بحث، لكن نحن نريد لأهلنا في غزة أن يعيشوا في استقرار وفي أمن وأمان، وأن يظلوا بإيمانهم وقوتهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية حيث تقتضي، بما يؤتي بالنتائج المثمرة. نعم سيد أحمد، أنت تعرف الطرف الإسرائيلي جيدا، كنت في المفاوضة تعرفه جيدا، وأنت تعرف أنه في إسرائيل من رئيس الوزراء وزير المالية يحاسب في نهاية المطاف. عرفت إسرائيل بدولة لجان التحقيق بعد العمليات العسكرية، واليوم الشارع الإسرائيلي يطلب بلجان التحقيق. ألا ترى بأن الطرف الفلسطيني عليه أيضا بعد انتهاء هذه العملية والعملية التفاوضية أن يحاسب حركة حماس؟ بجوز تحاسب الكل، ما بتعرف يعني، بالتأكيد سيكون هناك عملية تقويم للأوضاع من مختلف جوانب، سواء من ناحية الأداء، من ناحية القرار، من ناحية سوف يجري عملية تقييم، وبالتأكيد ستحتاج إلى رسم سياسات واستراتيجيات جديدة. إحنا بدنا حقوقنا الوطنية، هذه الأول والعاشر من أولويات عملنا الوطني الفلسطيني، الحقوق الوطنية الفلسطينية، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحق اللاجئين. هذه هي الأولويات.
كيف تتحقق إذا إسرائيل بدها تظل على موقفها إنه غزة تطلع لحالها وتروح تعمل دولة، والضفة الغربية كانت هناك، أو زي ما قال هذا بروفيسور في جامعة بار إيلان ثمن إمارات الضفة الغربية؟ أظن هذا الكلام بمشيش ولا في عقل حد، يعني ولا حدا بيقبل يسمعه. الحق للشعب الفلسطيني وهو الحد الأدنى، دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع عاصمة القدس، وحق اللاجئين. هذه هي إذا تتحقق هذه بالابتسامة يا مرحبا، إذا تتحقق بالبوس يا مرحبا، إذا تتحقق بالقبل يا مرحبا. إذا ما تتحققش الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء حتى يحقق حقوقه الوطنية. فبالتالي يعني أنا أرجو أن يكون الجانب الإسرائيلي، وهو الذي في النهاية إذا صار سلام بتكون جارنا، وبدنا نتعايش مع بعض، وبدنا ننسج علاقات في مختلف المجالات مع بعض. هذا إذا عمل سلام. ربما إذا لم يعمل سلام بدأ تزداد الكراهية، وبدأ يزداد العداء، ويتأكد أكثر بأكثر. يعني لما بيحكوا عن 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 بعض الأطراف الفلسطينية إنه تطرف وإزعاج وكذا إلى غيره، طب شو عنده؟ شوف الحكومة، الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفين يرفضوا كل شيء للفلسطيني. بنيت مش وزير، مش رئيس حزب. طب شو يعني ليش ترضى لنفسك ما لا ترضاه لغيرك؟ ربما احنا بدنا نوحد الشعب الفلسطيني، حماس والجهاد وفتح والنضال والشعبية والديمقراطية وكل الفصائل والقوى. ربما هناك الآن محاولة غطاء دولي، لذلك نرى السلطة الفلسطينية وأبو مازن على رأس الوفد في القاهرة. ربما هناك غطاء دولي لنهاية المطاف لجلب الطرفين، حتى نتنياهو الحكومة الإسرائيلية ورئيس السلطة الفلسطينية الذي يلعب دور مهم في هذه المصالحة، للذهاب بعد ذلك إلى اتفاق. لكن هناك شروط إسرائيلية وشروط فلسطينية. الشرط الإسرائيلي على سبيل المثال نزع السلاح من حركة حماس في حال إعمار قطاع غزة، والطرف الفلسطيني هو رفع الحصار. طب كيف بدك تنزع السلاح؟ اعمل لي سلام، اعمل سلام، بدناش السلاح. ما هم بقول لك انه من شروط دولة فلسطينية ان تكون محدودة التسلح. هذا في كم دولة محدود التسلح. طيب ليش الآن وانت بتحتل وجالس على صدورنا وبتقتل أطفالنا؟ وهذا والأمر جرى معكم في منظمة التحرير فلسطين. جرى مع كيف يعني؟ من ناحية السلاح. بس عندنا قوات الأمن وعندنا الإمكانيات وعندنا. سؤال أخير قبل أن ننهي. قبل أشهر قليلة قلت بأن حل الدولتين أصبح وهم، وأن الحل الحقيقي هو حل الدولة لشعب. إحنا نشوف ما هي الخيارات. أنت حينما تصل إلى استنتاج أن الطرف الآخر اللي هو المفروض أن يكون شريكك لا يعطي أي بصيص أمل لموضوع الدولتين، ماذا شو خيارة؟ قلنا خيار الدولة الواحدة، وإحنا حكيناها مش جديد، حكينا من عام 1969. قلنا دولة ديمقراطية علمانية يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهود جنبا إلى جنب بمحبة وبسلام وكذا إلى آخره، وبدون تمييز. إذا كان هذا ما مش عاجبكم حل الدولتين، تعالوا حل الدولة الواحدة. إحنا خيارنا حل الدولتين، قرارنا حتى الآن حل الدولتين. لكن حينما لا يكون أمل بتحقيق ذلك، مش من جانبنا، من جانب إسرائيل، شو الخيارات؟ تكون خياراتك مفتوحة. كيف تستطيع أن تستعيد حقوقك؟ الشعب الفلسطيني سيصر على تحقيق حقوقه الوطنية ولن يتنازل. بدي يعني على الإسرائيليين أن يفهموا ذلك. إذا عملوا سلام مع الفلسطينيين سيجدوا شريكا وفيا ملتزما بما يتم الاتفاق عليه، وستنتج علاقات تعاون أيضا وتنسيق فيما بيننا.
لكن بدون ذلك سيظل العداء والكراهية والبغض وغير ذلك. نعم السيد أحمد إقريع الملقب بأبو علاء رئيس دائرة شؤون القدس ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، شكرا لك على هذا اللقاء.